نهار كنا مقلعين كان حاضر في الماتشات كاملين حتى الشونجمون ما كيبغيش يتشونجا وكيلعب دقائق كامله المده ديال الخمس سنين عمرو الاصابه كي بغا يلا توقف هاد العام اللي لاشينا فيه بقدره قادر تعطب وطافي التليفون كيسين لا مثالي باش يغيرها هذا غاميش البسيط كيبين ان اللعاب راه مو طاف وما كاينش شي واحد كيبغي الوداد من غير الجمهور الهجوج والباقي كامل ولد ابيضار المكسب الفاشل بقيادة البرناكي ما قدر يقنع حتى مدرب يشد الوداد لمدة شهرين وباقي حاير مع المدرب قانوني اللي يقدر يكمل معنا الآن لأنه بكل بساطة الفالحي ما عندوش شهادة تدريب آلف اللي تسمح ليه يدرب فريق في الدرجة الأولى في البطولة برو وحتى أبناء الوداد ولاعبين القدامى اللي عندهم آلية تدريب في الدرجة الأولى راه المكتب الفاشل تاقب معاهم الورقة حتى واحد ما يريد يدير في يديهم هذا توضيح لانهاء الجدل الناس اللي كيقولوا خاص المدرب مزيان اللي غادي يبدا مع المشروع من دابا راه مستحيل مدرب كف يدخل كاستي الكارير ديالو في خصوصا ان الفريق كيعاني من نتائج سلبيه والمحيط مكهرب والاهم ان المكتب نسبه كبيره غادي تبدل في شهر من الاخر راه ما بروفيل اللي غادي يحمر الوجه باغي يشد الوداد حاليا كاين غا الشمور على اللي ما خدمش الفوق ومن جهه اخرى ان المكتب الحالي ولا متاكد انه مستحيل يكمل معنا العام خصوصا بعد ثورة جماهيريه في وجههم لهذا ولاو كيقلبوا غايساويوا قانونيا ويتعاقدوا مع اي مدرب غيكون عنده الدبلوم اللي يقدر يخليه يريح في البونتوش ديال الوداد باقي اطوار الموسم دابا بالروج ولا واش هذا الانبطاح كامل وبنادم باقي تايق في هذا المكتب راه اي واحد جاي يشد الوداد حاليا كيف ما بغى يكون غادي يكون حسن من هاد مجموعات الفاشلين في جونفي والتوقف والميركاتو تعطى الفرصة في نص عام كامل كنا بعد على فروق الصدارة بسبعة نقاط وباقي كاس العرش قلنا يبينوا غاشي بوادر ايجابية ويخرجوا الوداد من النتائج الكارثية على الاقل قدروا نتيقوا فيهم لكن ما زادوا الا تهديم للوداد وطيحوا من قيمة الفريق بواحد الدرجة ما يمكنش امري كنت كانت بداوها بالبنزرتي كيخسر وباغي يمشي في حاله وهما لاصقين فيه كيرغبوه يبقى مجازر تحكيمية عرضنا لهم ولا بلاغ ولا خروج يشفي غليل الجمهور بل إن بطاح تام الفريق كي في البطولة في التحكيم مريحين مع راسهم زادو كملوها فاش مشى البنزرتي شهروا حنا بلا مدرب قاضين قبل المساعد هادشي كيبين الى نيتهم الواضحه باش نصيفو في شهر 3 واللي ضرني في راسي هادشي كامل ومازال بنادم كيدافع عليهم وكيقول حنا ضد فلان ولا فلان دابا حاليا قدمنا جوج ديال الخيارات ياك يعني حل يا ابيض ما كاينش خيار ثالث اما تكون مع ترشيح منه ولا تكون مع مكتب البرماكي دابا انت وطوعك وانت وجهك عزلو تخير ليا مع راسك كنحاول نختم ميساج لكل ودادين المرحله اللي كندوزو منها حاليا راه دزنا بكفس منها ورجعنا وحكمنا وعفطنا على كل شيء وهذا الشيء غادي يكون في المستقبل ان شاء الله غير هو هذه المره بغينا نرجعو ونبنيو الوداد على الصح ونوليو مؤسسه سائره بذاتها وما نعاودوش نطيحوا في هذا المشكل ان الوداد واقفة على شخص واحد هذا الشيء راه ما يمكنش بدأ من الاساس بلا ما جيبو امر اللي قادر يختصر عليك سنوات باش نرجعوا للواجهه في اقرب وقت اللي هو العام الجاي لانه عندنا استحقاقات تخلي اي لاعب واي مدرب يحلم يعيشها معانا لهذا نستغلوا هذه الفرصه هذه بالضبط غير هو نهار نقلعوا ويكونوا النتائج والالقاب ما خصناش نستوي الهيكله الكامله باش ما نرجعوش لنفس المشكل كنظن الميساج واضح والكلام باين لمن موجه والله يدير اللي فيها الخير اخيرا غادي نختم بسؤال اللي نتمنى تجاوبوني عليه واكدوا ليا واش فايت جبران تعطبو بعشرين 20 يوم الى الوداد في الخمس سنين الاخره اللي لعب معانا نتمنى لي الاجوبه ديالكم في الكومنتار تهلاو